السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا فيكم في تجربة جديدة من قناة سعودي أوتو. السيارة اللي معانا اليوم هي جي اي سي جي ان 8. جي ان 8 هي ميني فان تصنعها مجموعة جي اي سي، وهي مصنفة على انها سيارة ام بي في كاملة الحجم بسبعة مقاعد، وتنافس كل من هوندا أديسي وكرايسلر باسيفيكا وكيا كارنفال. دشنت جي اي سي سيارتها الجي ان 8 في عام 2017 خلال معرض جوانزو للسيارات كأول سيارة في فئة الام بي في. وفي ذاك الوقت كانت جي ان 8 أكبر سيارة ركاب صنعتها أو أنتجتها الشركة، وهذا اللي يخلي الجي ان 8 السيارة هذه اللي معانا السيارة الرائدة عند جي اي سي. أبعاد السيارة الطول 506.6 من 10 سنتيمتر، والعرض 192 سنتيمتر، والارتفاع 182 سنتيمتر، وطول قاعدة العجلات 300 سنتيمتر. ومثل ما قلنا تتسع لسبعة أشخاص مرتاحين، وتتوفر في أسواقنا بطرازين: الطراز الأساسي اللي هو الجي إل، والطراز الأعلى مستوى اللي هو جي بي. وتعتبر الجي اي سي جي ان 8 السيارة السادسة اللي تنضم لعائلة الجي اي سي هنا في المملكة عند وكيلها شركة الجميح للسيارات. وأصبح الآن اللي هو اللاين اب عندهم لسيارات الجي اي سي تبدأ من الجي اي 4 والجي اي 8 والجي اس 3 والجي اس 4 والجي اس 8، والحين السيارة الجديدة اللي هي الجي ان 8. التصميم الخارجي للواجهة الأمامية، نبدأ بالثلاثة المحاور الأساسية في الواجهة الأمامية. لكن قبل ما أبدأ بالمحاور هذه، أنا أبغى أتكلم عن غطاء المحرك القصير والخطوط اللي موجودة والتقوسات عليه اللي مندمجة مع الواجهة الأمامية، وخاصة هي المندمجة مع اللي هو شبكة التهوية الأمامي وكذلك الأضواء الأمامية. خلينا نبدأ بالمحاور الأساسية الثلاثة اللي هي أول شيء شبكة التهوية الأمامي، ماخذ أكبر مساحة من الواجهة الأمامية زي ما انتم شايفين بأربع شرائح عريضة، وشعار الشركة في الوسط، وتحته على فكرة هنا موجود اللي هو رادار. الشيء الثاني اللي هو الأضواء الأمامية، الأضواء الأمامية جاية بزاوية طراز LED نهارية DRL بميزة تعديل الارتفاع، وتعطيك إشارة تحذير لما الأضواء الأمامية تكون إيش شغالة. والمحور الثالث اللي هو الصدام الأمامي، الصدام الأمامي يندمج مع أضواء الضباب اللي هي على جوانب الصدام الأمامي، ونشوف أنه فتحة تهوية عريضة في الوسط، هذه وظيفتها لتبريد الديتا. ونلاحظ كمان أنهم ما وفروا حساسات أمامية. ومن جانب السيارة نلاحظ خطوط تصميمها مستوحى من خطوط اليخوت الفاخرة، زي ما تشوفين هذه الخطوط الممتدة من الأضواء الأمامية وحتى الأضواء الخلفية، بتعطي شكل فخامة. جاي معاها اللي هو إيش المراية الجانبية، المراية الجانبية هذه يجي معها أضواء المؤشر اللي هي الغمازات طراز LED، والطرازات الأعلى مستوى تيجي بخاصية الطي كهربائيا ومدفعة كمان، وفيها وظيفة قابلة للطي تلقائيا، وتيجي بذاكرة مع إمالة للأسفل عند الرجوع للخلف. نتكلم عن جنوط السيارة، تتوفر بجنوط مقاس 18 بوصة. في شغلة تانية كمان حابب أوريكم إياها اللي هي الشريطين أو الزيج من الكروم أعلى النوافذ الجانبية وأسفل الأبواب، هذه أسفل الأبواب اللي هي ما بين الإطارات الأمامية والإطارات الخلفية. طبعا تضيف جمالية للتصميم الجانبي للسيارة. التصميم الخلفي للجي ان 8 حديث ومطور، نشوف الزجاج الخلفي جاي بعرض الواجهة الخلفية، وهذا بيعطي رؤية خلفية جيدة من داخل المقصورة. أضواء المكابح أعلى الزجاج الخلفي طراز LED. الأضواء الخلفية ممتدة من جوانب السيارة ومتصلة مع بعضها بشريط طراز LED. خلينا نتكلم عن أضواء الضباب الخلفية موجودة هنا، هذه تيجي طراز LED مدمجة مع الصدام الخلفي، وعاكسات الأضواء هذه اللي هي على جوانب الصدام الخلفي، وفتحات العادم المستطيلة كروم، ووفروا كمان أربع حساسات على الصدام الخلفي، وكمان نشوف هنا كاميرا خلفية. الرموز والحروف اللي موجودة على غطاء صندوق الأمتعة، حقيقة أنا عندي سؤال بدي أسأله. مثل ما أنتم عارفين مكتوب GN8 اللي هو يرمز إلى اسم السيارة، وهذا معروف اسم السيارة GN8، لكن الحروف هذه اللي تحتها اللي هي 320T، هنا سؤال أول استفسار اللي أنا أبغى أسأله. طبعا احنا شفنا على محرك السيارة 320 مكتوب عليها 320T بالأحمر،
التربو، لكن سعة محرك السيارة اللي هو الترين. طب ليش مكتوب على المحرك 320 تربو وعلى خلف السيارة أو على غطاء صندوق الأمتع مكتوب عليها اللي هو 320 تي؟ اللي عنده الجواب الصحيح يحطه في خانة التعليقات، وحنختار واحد من الأجوبة الصحيحة وحنعطيله جائزة قيمة. وفروا في صندوق التحميل منفذ كهربائي 12 فولت ومنفذ كهرباء 220 فولت، وكمان واحد من الأشياء اللي عجبتني إنهم وفروا إضاءة ليلية موجودة لصندوق التحميل، هذا بيساعد في تفريغ وتحميل صندوق الأمتعة في الليل. وفروا كمان في صندوق الأمتعة اللي هي الشنطة للطوارئ والإسعافات الأولية، لما نفتحها نشوف إنهم وفروا فيها اللي هي طفاية حريق، وكذلك شنطة فيها الإسعافات الأولية. والشيء اللي عجبني صراحة إنهم وفروا جهاز هنا موجود، الجهاز هذا له أربع وظائف، اللي هي وظيفة إنك أنت تقيس فيها اللي هو درجة الضغط في الإطارات، وكذلك هذه كشاف فيها كشاف، كذلك وظيفة كشاف، وكذلك فيها وظيفة انه تقدر تكسر القزاز تبع السيارة في حالة الطوارئ. وفروا كمان فيها اللي هو هنا موجود اللي هو كتر، لا قدر الله في حالة الطوارئ فيك تقطع اللي هو حزام الامان. جهاز انا حقيقة عجبني جدا وله وظائف متعددة اربع مثل ما ذكرتها، مهمة جدا. وفروا كمان هنا اللي هي المثلث الطوارئ، وكذلك اللي هي العدة أو العفريتة تبع تغيير الإطار. وممكن واحد يسأل يقول فين الإطار السبير تبع السيارة؟ إطار السبير تبع السيارة اللي هو تحت، موجود هنا تحت السيارة. ولزيادة مساحة التخزين ما عليك إلا تطوي ظهر اللي هو المقاعد الصف الثالث زي كده، وكذلك هنا في مشد تسحبه وارتفع للأعلى زي كده بكل بساطة، وتصير عندك مساحة إضافية لتخزين أي من الأشياء اللي بدك تخزنها في صندوق الأمتعة. وجوانب الأبواب الاثنين ينزلقوا كهربائيا عن طريق الريموت كنترول، وفي ميزة الحماية ضد أي عائق. نظام الدفع في الجي ان 8 هو نظام دفع امامي، وتتوفر بمحرك 4 سلندر سعة الترين تيربو تشارج، مثلها مثل الجي اس 8 والجي اي 8. نفس المحرك بيعطي قوة 198 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر. وارتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وبيعطي التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في خلال 8.9 من 10 ثواني، والسرعة القصوى 200 كيلومتر في الساعة. خلينا نتكلم عن اقتصاد المحرك هذه أو السيارة في الوقود. اقتصادها بيعطي 12.6 من 10 كيلومتر لكل لتر، ونوعية البنزين اللي بتستخدمه السيارة هو 95، وسعة التانكي بيشيل 68 لتر. وعملنا مقارنة سريعة بين الجي ان 8 ومنافسيها من ناحية قوة المحرك وعزم الدوران واقتصادها في استهلاك الوقود ونوعية الوقود المستخدم في كل سيارة، حتظهر أمامكم على الشاشة. المقصورة الداخلية نبدأ بالأضواء الخافتة الجميلة هذه اللي تيجي ب 32 لون في الطراز الفل الكامل اللي هو الجي بي. ونظام التكييف يجي بنظام تحكم لثلاثة مناطق أوتوماتيكية للسائق والراكب اللي جنبه وركاب الصف الثاني بنظام تحكم مستقل. ووفروا فلتر إيون هواء لتنقية الهواء في داخل المقصورة، زائد مقاعد جلد زي ما انتم شايفينها، وعجلة القيادة ملبسة بالجلد متعددة الوظائف، والمرايا للرؤية الخلفية بميزة التعتيم التلقائي. مقعد السائق قابل للتعديل بستة وضعيات أوتوماتيكيا، لكن مقعد الراكب اللي جنبه قابل للتعديل بأربع وضعيات يدويا. والمقعد أو المقاعد الأمامية مدفأة ومهواة بثلاثة مستويات، لكن ما وفروا ذاكرة لحفظ وضعيات مقعد السائق، خصوصا لما يكون في عندك عدة أشخاص في البيت بيستخدموا السيارة بيساعد كثير ذاكرة لحفظ وضعيات مقعد السائق. وفروا فتحة سقف كهربائية مع حماية. الحماية هذه إيش؟ لما يجي عليها أي عائق توقف في محلها أو ترجع مكانها. وتوفر في الطراز الأعلى مستوى اللي هو الجي بي فتحة سقف بانورامية. وفي الطراز الأعلى مستوى زي السيارة الموجودة معانا هذه الجي بي تيجي بمقاعد الصف الثاني بميزة. بميزة إيش؟ دعم للساق وقابلة للتعديل، موجودة هنا دعم للساق
زي ما انتم شايفين هذه بتتحرك، وطبعا تيجي مدفعة ومهواة بثلاثة درجات مع ميزة مساج أو تدليك. طبعا المقاعد هذه مريحة جدا، ووفروا فتحات تهوية في السقف زي ما انتم شايفين موجودة هنا. هذه الفتحات هذه حقيقة مفيدة جدا لركاب مقاعد الصف الثاني والثالث كمان، خصوصا في فصل الصيف. ولراحة ركاب مقاعد الصف الثاني وفروا هنا اللي هي حاملة أكواب لشخصين، وكمان وفروا هنا شاحن USB ولاعة سجاير، وكمان وفروا هنا مكان للتخزين. نطلع لفوق ونشوف وفروا خلف مقاعد الصف الأمامي مكان هنا للتخزين. تعالوا نروح لمقاعد الصف الثالث ونشوف راحة الركوب في مقاعد الصف الثالث. الوصول بسيط زي ما قلت لكم، تيجي من الوسط لانه المقاعد هذه اللي يسموها كابتن تشيرز الجلسه فيها مريحه جدا. برجع انا واقول دائما مقاعد الصف الثالث هذه مريحه للاطفال، لكن انا شايف انه الجلسه فيها حتى للكبار مريحه جدا. كذلك المقاعد اللي هو مقاعد الصف الثالث هذه تنطوي 60-40. ولراحه ركاب مقاعد الصف الثالث وفروا هنا اللي هي فتحة تهوية موجودة هنا، فتحة تهوية التكييف هذه، وكذلك وفروا حاملة أكواب ومسنة ذراع موجود هنا لين. حقيقة هذا بيزيد من راحة ركاب مقاعد الصف الثالث، وأسفلها موجود هنا مكان للتخزين. نظام الترفيه والمعلومات في السيارة الجين 8 تتوفر بشاشة مقاس 10.1 بوصة ملونة LCD تعمل باللمس زي ما انتم شايفين. الشاشة هذه موجودة هنا، وكمان لوحة العدادات، لوحة العدادات هذه تيجي بشاشة ملونة مقاس 7 بوصات LCD، ونظام الترفيه متوافق مع أبل كار بلاي وبلوتوث، ومنافذ USB في الأمام ومقاعد الصف الثاني، ونظام صوتي ب8 سماعات وكاميرا خلفية 360 درجة وعرض محيطي لنظام وقوف السيارة في الطراز الفل الكامل اللي هو GP. وهذا زر لتغيير وضعيات القيادة زي ما انتم شايفين الآن هي على وضعية النورمال. لما نضغط عليها بتعطيني الإيكو اللي هي الوضعية الاقتصادية، ونضغط وتجينا اللي هو وضعية السبورت وتتغير أنظمة التعليق وتصير وضعية رياضية. نضغط بتعطيك اللي هي الوضعية اللي هي الشتوية، وكمان فيها وضعية النورمال العادية، وتضغط كمان بيعطيك اللي هو وضعية الإيكو، وتتغير الوضعيات على حسب طلب اللي هو سائق السيارة. هذه لوحة التحكم بالطقس لثلاثة مناطق اللي كلمتكم عنها قبل شوية، اللي هي للسائق والراكب اللي جنبه والركاب مقاعد الصف الخلفي أو مقاعد الصف الثاني، والزر هذا للأوتو هولد. وفر في الكونسول الوسطي هنا اللي هي حاملة أكواب لشخصين، ولما نرفع اللي هو مكان التخزين وفروا هنا مكان للتخزين، وكذلك هنا موجود مكان USB ومكان هنا USB لشحن ومكان USB لأبل كار بلاي. وفروا هنا الزر لتشغيل وإطفاء محرك السيارة. الزر هذا الموجود لتعديل وضعيات المراية الجانبية وكمان طيها أو إقفالها. الزر هذا الموجود اللي هو إيش؟ لنظام النزول من المنحدرات، والزر اللي موجود هنا هذا لفتح اللي هو باب صندوق الأمتعة الخلفي، والزر هذا اللي موجود اللي هو زر لعدم الانزلاق. التصميم والمواد اللي استخدموها في تصنيع المقصورة الداخلية أنا أعتبرها مواد فاخرة جدا، وبتعطي انطباع أنه السيارة هذه سيارة فاخرة. نشوف أنه المادة اللي استخدموها، الجلد اللي استخدموه على الداشبورد وكذلك على السطح الأمامي من الداشبورد، كلها مواد لينة وجلد وفيها حياكة، بيعطي انطباع فاخر جدا. وكذلك اللي هو اللون الأسود هذا البيانو اللي بيعطيك انطباع أنه الخشب البيانو هذا بيعطيك انطباع فاخر جدا، مدمج مع الكروم. اندماج المواد المختلفة في تصنيع الداشبورد وكذلك الكونسول الوسطي ما بين الجلد والحياك اللي موجودة عليه والخشب الأسود اللي هو البيانو مع اللي هو الكروم، بيعطي انطباع فاخر جدا. كذلك تصميمه اللي هو داخل على اللي هو المقاعد الأمامية، كمان وفروا أسفلها أماكن للتخزين ممتازة جدا لركاب المقاعد الأمامية، ومثل ما قلت هذا بيعطي انطباع بأنه السيارة سيارة في فئة سيارات الفاخرة. عجلة القيادة
متعددة الوظائف. على اليمين هنا موجود أزارير اللي هي مثبت السرعة، وعلى اليسار هنا تعطيك أزارير كل الاختيارات اللي موجودة على شاشة لوحة العدادات، كل اللي هي الإعدادات اللي أنت تبغاها فيك تغيرها من الأزارير اللي موجودة على اليسار، وكذلك طبعا التحكم بيش بالتلفون أو اللي هو شغال بالبلوتوث، فيك تستقبل أو تلغي المكالمات من الأزارير اللي موجودة على يسار اللي هي عجلة القيادة. عجلة القيادة فيها ميزة الإمالة والإطالة زي كده لكن يدويا. خلونا نتكلم عن أنظمة السلامة المتوفرة في الجي ان اي. أنظمة السلامة المتوفرة في الجي ان اي يتوفر فيها وسائد هوائية أمامية مزدوجة، وسائد هوائية جانبية أمامية، وسائد هوائية ستائرية جانبية كمان، وجميع أحزمة الأمان تيجي من ثلاثة نقاط. وتوفر في الجي ان اي برنامج الثبات الالكتروني اللي هو الاي اس بي، ونظام الفرامل المانعه للانغلاق اللي هي الاي بي اس، وتوزيع الفرامل الكهربائيه اللي هي الاي بي دي، ونظام التحكم في الجر اللي هي تي سي اس، ونظام الفرامل الهيدروليكيه اللي هي الاتش بي اي، ونظام اللي هو التحكم في صعود المرتفعات اللي هي اتش اتش اي، ونظام التحكم في نزول من المرتفعات اللي هي اتش دي سي، ونظام مراقبه ضغط الاطارات اللي هي تي PMS، ونظام منع الانقلاب، وزر لتشغيل السيارة، ونظام تشغيل وإطفاء المحرك. ووفروا كمان وضعية الإيكو الاقتصادية في نمط القيادة. الجي اي سي جي ان 8 تتوفر في أسواقنا بطرازين. الطراز الأول اللي هو الجي ال وسعره 114417 ريال، والطراز الثاني الفل الكامل اللي هو الجي بي وسعره 125547 ريال، وهذه الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم نقل الملكية. وعملنا مقارنة سريعة ما بين أسعار الجي ان 8 ومنافسيها والضمان المتوفر من الوكيل، حتظهر أمامكم على الشاشة. انطباع القيادة، نظام التعليق المتوفر في الجي ان 8 هو مكفرسون المستقل في الأمام، وفي الخلف نظام متعدد الوصلات المستقل. هذا النظام بيعطي راحة جيدة في الركوب ويمنع الضجيج من الدخول لداخل المقصورة الداخلية. أنا شايف أداء السيارة مناسب جدا لوضعها وللقيادة في داخل المدينة. واحدة من المزايا اللي عجبتني في السيارة الجي اي سي جي ان 8 اللي هي ايش؟ الجلسة في المقاعد الكابتن شيرز في الصف الثاني. طبعا انا شرحت لكم هي قبل شوية، لكن الجلسة فيها جلسة تعتبر ملكية. ليش؟ لانه اول شيء فيك تقدم المقعد الامام، وكمان ينزلك للخلف لاخر شيء لو كان ما عندك اي راكب جالس فين في المقاعد الصف الثالث. والحلاوة اللي فيها كمان انك انت تقدر ترفع في زي مسند للساق موجود هنا ويرتفع زي ما انتم شايفين كده، وفي كمان اللي هي للظهر ترجع لاخر شيء، وعندك جلسة جميلة جدا. طبعا المقاعد هذه مجهزة بتهوية وتدفئة، وحقيقة مثل ما قلت الجلسة ملكية وممتعة جدا ومريحة على الآخر. هذه من الأشياء اللي عجبتني، ودائما صراحة اللي هي المقاعد اللي سموها الكابتن شيرز بتوفر هذا النوع من الراحة، والسيارة هذه بتوفر لك القاعدة هذه. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بتجربة الجي ان 8، والمزيد من المعلومات زوروا موقعنا saudiauto.com.sa، ولا تنسوا تشتركوا معنا في سعودي أوتو سناب شات حتى يوصلكم كل جديد في عالم السيارات. وأهم شيء لا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة، لأن الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر المسببات للحوادث. حط جوالك على الصامت وقد بأمان، ولا تنسى تحترم حق الآخرين على الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.